فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، نسمع وللأسف الشديد من المسلمين بل ومن أبناء جلدتنا من يقول: أنا والله أثق بالعمالة من الكفار أكثر من المسلمين، فما رأيكم في مثل هذا القول وما توجيهكم لهذا وأمثاله؟ رأينا في هذا أنه خطأ أن نفضل العمالة الكافرة على العمالة المسلمة على سبيل الإطلاق. لكن لو رأينا رجلا مسلما مقصرا في عمله ورجلا كافرا أتى بعمله على التمام، فلنا أن نقول هذا في عمله أفضل من هذا في عمله. أما على سبيل العموم هكذا والإطلاق فهذا غلط عظيم. ويخشى على المرء إذا فضل غير المسلمين على المسلمين على الإطلاق يخشى عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، والأمة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم إن الإنسان يجب أن ينظر من ناحية أخرى إلى من تذهب هذه الأجور إذا كانت الأعمال كافرة، إلى صناديق من؟ إيش؟ الكفار. ثم قد يكون هؤلاء القوم من كفار يقاتلون المسلمين في بلادهم، فتكون هذه الأجور التي تدفعها إلى هؤلاء العمال تكون سكاكين وخناجر في صدور المسلمين في بلاد هؤلاء الكفار. فالإنسان يجب أن ينظر إلى الأمور من كل جانب. أما لو كان هؤلاء الكفار من جنس مسالم للمسلمين، لم يأتي المسلمين منهم ضرر، فالأمر أهون. نعم.